لا نعمل الاول طوب ورق مقص على ايه؟ على ايه صحيح؟ ده انا بنفض ايدي بقول له يلا. حبايبي اللي بحبهم وبموت فيهم، بص بقى عايزه اقول لكم الفيديو دوت بجد كان مضحك قوي وهيعجبكم ان شاء الله، ويا ريت توصلونا زي ما قلنا لكم كده يا حبايب قلبي، يعني نفسي بجد اجيب 5000 لايك كده في اليوم. همتكم معانا يا حلوين، ربنا يخليكم ولا محمش منكم ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صل على النبي صلى الله عليه وسلم. اكله خفيفه عشان الظروف بس يا جماعه. قبل ما نبدا ندعي لاهالينا في فلسطين، يا رب يقويهم ويثبتهم وينصرهم، امين يا رب العالمين. امين. ويرحم يا رب الشهداء ويشفي المصابين، امين يا رب العالمين. امين. كل الدول العربيه بالمثل ان شاء الله. امين. كان السودان، لبنان، مصر، ربنا يا رب يرحم شهدائنا في العالم العربي كله ويشفي يا رب المصابين. امين يا رب. نبدا بقى التحدي. بص التحدي معانا النهارده ستريبس، عملت لكم ستريبس النهارده، معلش ومكرونه عشان احنا اليومين دول مش فاضيين. بجد احمد لسه داخل البيت دلوقتي، والله دلوقتي والساعه دلوقتي 11 من الساعه 7 الصبح دلوقتي الساعه 12 الا 10. بصوا ده طبق المكرونه بتاعي، بصوا طبق المكرونه فيه خمس شوكات كده ملفوفين بكميه، فاهمين؟ فكل شوكه كل شوكه تبقى بجوله اهو خمسه، هم هتبقى مين اللي هيكسب اللي هياكلها الاول يبقى كسب نقطه. كل خلاص كده كل جزء من الاكل دوت جوله. اول ما نبدا وعليها استرسايه، وعليها استرسايه ماشي اهو. ادي الاسترسايه بتاعتي اهي، استرسايه ماشي. هات لي بقى الشطه. خدي. ايه ده انت حطيت على الخمسه يا لقيه؟ انا حطيته واقف. انا ما انت ماشي، ما انا احط انا كمان وبعدين نبدا. نبدا يا ولاد، استنى ارقص واحده نور. طب انت كترتي كده ليه؟ يلا عم بقى شيلني ونلف. ما عادش شفتك ما تقلب، انت مش مقلب. مش مقلب انت، انا مقلب لك على النار يا لئيم. طب وقلب الشطه ازاي ما انا بقلب؟ طب يلا 1 2 3 مع التقليب. يلا 1 2 3 يلا 1 2 3 ماشي. بسم الله. ده انا عايز اعمل حكم بتاعي بقى. انا عايز اكتب 1-0. عايز اكتب ونرجع. عايز اكتب. دي اوانطه بقى. عايز اكتب ونرجع. لما خلي الدور انا جايبه، انا كنا في الشقه القديمه والكيس مقفول ما اتفتحش. لا بس احنا كنا في الشقه القديمه ايه، بقاله شهرين مثلا؟ لا يعني اخر مره رحنا فيها يا جماعه الشقه. ساعتها ما كنت بيتين هناك من اسبوع. من بعد حوالي اسبوعين. يلا. كتفي وجعني قوي. العظم مفشفش يا ولاد. شجعونا يا جماعه عشان نستمر بجد. اللايك والكومنت بيفرقوا، يعني مش هيفرقوا معاكم لو انتوا مش هيفرقوا معاكم في حاجه، بس هيفرقوا معانا بجد. هيعلي القناه ويخلي الواحد يحس اللي مجهوده بجد، بيبقى احساس حلو لما الواحد يحس الحاجه اللي بيعملها جايبه مردود، بتخلي الواحد نفسه مفتوحه اللي هو يعمل فيديوهات على طول. فربنا يكرمكم كده لما وصلتونا ال 100,000 وصلونا بقى ال 200 ولا حاجه. استنى انت قلبت على طول كده؟ 1 2 3 استنى 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 لا انا اتكلمت بقلب ماشي يلا 1 2 3 مظبوط. اشرب ميه اشرب ميه.
انا ما تحكيش تقول لي اشرب ميه عشان بص الميه. بص انا بنضفها والله العظيم. واحد واحد فرحان هي كبيرة تفرح بالتعادل. منزلني ماشي. انا كده 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 كلت الاثنين الكبار الاول اهي، ادي واحدة هي مقفولة على بعضيها. كنت لسه قدامك عندك عندك واحدة كبيرة لوحديها. شفتي بقى؟ ماشي، ما انا كان عندي واحدة كبيرة كلتها، انا قلت لك لا. شفت كبيرة ازاي؟ انا هبلة عبيطة. ربنا يهديك يا رب. قلت لك استريبساية. ماشي اخد واحدة ستريبس حلوة دي. ماشي حلوة دي. فين اهي؟ يلا واحد اتنين تلاتة. ايه اللي سميته؟ ايه؟ انا خلصت. انا خلصت. طب الجولة دي بره ماشي. بره خلت خلاص جوه. الواحد كان ياكلها بلفتها احسن، بس المشكله فيها شطه. انت ما بتستناش، انت بتحط الشوكه في بقك بالبتاع كلها. خدت واحده كبيره اوي. يلا يلا استنى اهو. انا لما كلها في شوكه واحده. احمد مش رخم. واحد اتنين تلاته. ايه ده؟ بجد مش معقول. شوف يا سمين عايز ايه؟ حط له حتة استبرسية. ده حلو، حط له من بنت. في حتة كده مقطوعة حطها له. المفروض كده يبقى 3-1، عشان هي ما عملتش حاجة يا عيني. ليه يا حبيبي؟ ده 2-1. خلاص يا سلمى 2-1. المفروض انا 6-0 على اللي قدامك ده. ماشي. لا بص اقطع له منها حته، شوف هياكلها الاول ولا لا. ماشي. يلا. اه يا بنتي الايه؟ ده غريب. لا لف يا امه، لف دي. خلاص انا كنت عامل نص. لا تكملي. لا يا حبيبي ده كملت. انت زي بقى اكبر واحده للاخر. طلعت زي جروس الطين كبيره قوي كده ليه؟ ما هي بتاعتك. بصي اهو، بصي دي لفه والله لفه اهي. مش كبيره قد دي، ده ليها فيها بتاع نص طبق مكرونه اقسم بالله لوحدها. ماشي واحد اتنين تلاته. خدتي؟ طب اقعدي كلي على جنب. ما تاكليش على انت ليه بقى؟ انا هعد بسرعه. يلا استنى استنى بس انا اخد نص معلقه كده اهو. دي معلقه اهي. يا خراب. هتظهر وهتموت. الله يخرب بيت سنينك. انت ايه يا فقر انت؟ انت قاعد اللمبه على ايه ده؟ عمال اقول في حاجه غريبه في النور. استنى استنى مش هشرب ميه بس اسخن. لا ماليش دعوه. لا ماليش دعوه. براحتك انا لسه بشرب. حطهم مش انا اللي ابدا، انا اللي اقول البدء. ما قلتش انا. خليكي متعلقه كده اهو. ايه رايكم يا جماعه؟ خليكي براحتك. خليك نحكي فيها حلوه كده. ايوه خلي بقك يوجعك. اكلت واحده كلها الاول. يلا واحد اتنين تلاته.
نجحت الحمد لله. بعدش استلبس خلتها والله. كان في نص خلتها. أنا بلع. بالنسبة لها التعادل معايا فوز. يا عمي الحمد لله الحمد لله، لو كنتش اتعادلت كنت هجيلي نقطة. تعادلت كبرها. لا نلعب جولة فاصل على السيربسال. طب واحدة، أنا بصي يا ستي خدت واحدة كبيرة، خد واحدة كبيرة زيها. قول الكبيرة زيها يا شيخ، خليكي تدخينة مطخطخة. طب بدلي، طب بدلي. أنا مالي وأنا بتاخدي. ما أنا قلت خد واحدة زيها. ده لا، ده فيصل الحق حق، اللي هتاخديها هبدلها. احنا خلاص مش متعادلين. لا اختار لك واحدة بقى. اهي هي اخترتي دي؟ خلاص اخترتي. ما ترخمش يا احمد الفجي. طب خلاص بصي يا امي يا ستي، انا هاخد، بصي انا هاخد الاثنين دول. لا انا مش عايزه اثنين. لا انا مش هقدر اخد اللي تختاريها اختاريها. اهو تتوزني ولا تشتري؟ ماشي. انت بدات ليه؟ لا نعمل الاول تبقى ورقه ومقص. على ايه؟ على ايه صحيح؟ ده انا بنفض ايدي بقول له يلا. على ايه راح اعمل معاه؟ لا والله اهو. استنى اوعي تحطها. حد من العيال يعد. استنى مش هنعد انا اهو. عدوا يا اولاد. واحد اثنين. دي دخلت ابوك لسه ما قالش. ارجعي ايدك زي بابا، خلي ايدك قدامي كده زي بابا. اهو واحد اثنين ثلاثه. بابا بابا دخل في بابا الاول. اللي يندخل الاول، اللي يندخل اللي بقه يفضل. بابا هو لسه بابا ما شتحك. لا ما بقى خلاص ما بقى، انت لسه في بقك يوم نمبر 1 نمبر نصاب. نمبر ايه؟ نصاب. ليه؟ انا ما نصبتش. الفيصل حكم. ماشي. ما تديش اي مخلل ده عشان القانون ده حمضان وانا عايز ارميه في الشارع. ما تدينيش اي حاجه مني. اه ميته تعرف وريحته وحشه. اخبص متخلص. شايف احمد حاطه ليه على الصفر؟ والله على فكره انا بحب الارنبيط اللي فيه. ايا كبو السلطه حمضانه، ده مخلل حمضان يا اخويا. اهو اهو بس هتمضغوه كله. لا 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 من قبل ما من قبل. لا هو ده العقاب بتاعي، عقاب خفيف هو. هتمضغوه كله. طب انا انت واكل منه واحد وعارف اللي هو هتمضغيه. ماليش دعوه، انا عشان كلت منه ربنا كرمه ولقيت لك واحد تاني. اقسم بالله صحي النهارده الصبح عايزه اقول لكم معدتي بتتفرتك ومش قادره ابطل الشطه. مش عاوزين مبررات، مش عاوزين مبررات، ماليش دعوه. هتاكليه كله. همضوي. ما انت بتمسحيه. يلا. احكموا. انا اقسم بالله العقاب بتاعي حاجه تانية خالص. اما تبقى تكسبي بس بتكلمي مشش وميه برابسه وحاجات. بس ان شاء الله اكسب. بس ولا ما تكسبي بقى ان شاء الله نديله منوم قبل ما يطلع الفيديو. ربنا يدينا. ده احنا ممكن نوصل ل 200,000 وانت لسه ما كسبتيش. اقول لك على حاجه، انا هديله منوم واحنا طالعين. خليه يغمى عليه في الفيديو وانا اكسب. انا شدي مره واحده. قرفانه منه. اصلي لابوك امضغيه وما تفوش. والله لو تفتي ما ليش دعوه. الميه معفنه وحرق مولع. مش مشكله اكتر من كده ربك بيزيد. مضغوطه. اقول لك افتح بقك. اقسم بالله نور. والله انت شكلك بلعتي يا ولدي. اقسم بالله نور. افتح بقك. لو شرقت انت حر والله العظيم. شرقانه. هدي البريق على ظهرك بس يلا. امضغي. اشربي؟ لا دم طبيعي. هات الميه. هات. ده فيها ترجيع. مين اللي فيها ترجيع؟ يعني انا برجع ايه اللي فيها ترجيع؟ ده البتاع بتاع الميه هو ما فيهاش ترجيع. احمد ده؟ سكت سبتها وسكت.
ده مش ترجيع على فكره، ده حاجه في الكوبايه، ده حاجه ده بص حاجه بيضه مش اكل، اي حاجه واقعه من مناديل، حته منديل. انا نفسي حلو عادي بشرة. انا استحاله صراحه، استحاله نفس الحلوه ليا بجد، ما اشربش من اي حد يعني، ما اشربش من اي كوبايه حد. اه بتقرا حتى أرفع. العيال ما اشربش من وراهم من الازايز ابدا. انا اشرب عادي. احمد يشرب، انت ماليش دعوه. وما شاء الله ياسين بقى بالزيت. انا ما اشربش ابدا من ورا اي حد. تعالي يما كده، تعالي كده، لا روحي مش واخده خالص. ايوه اشرب يا جماعه الفلفل، اقسم بالله انا والله. طب بجد بقى ما تلجه، هتقولوا لي مثلا طب ما انت بتاكلي الشطه اهو، غير ما تاكلي ما تلحس مثلا، بص لما تاكلي الشطه على المكرونه كده، غير ما تحطي حبه على سنك تبلعيهم، غير لما تستنى يا احمد، غير لما تاكلي قرن فلفل مولح من غير ما تحطي معاه لقمه، فاهمين؟ القرن الصغير ده جبار. اسمه ايه؟ اسمه شطه ايه؟ لا لا استنى، شايف تايلاندي او ايه حاجه زي كده، المهم ما علينا، من شرق اسيا، حاجه بنت ايه كده صغيره، من الهند. لا لا مش هندي، مش عارف تايلاند ولا حاجه زي كده، تايوان. المهم عشان ما انساش، جاموسي. اه يا بو جاموسي، ايه انت لسه واقفه بتفكري في الجاموسي؟ يلا يا جماعه قبل ما نختم معاكم، انا معاكم لو سمحت، معانا حد الحته ديت يا ريت يحط لايك حبايب قلبي، كومنت كويس لو عجبوا الفيديو، احنا مش بنجبر حد يحط كومنت او يحط لايك، بس يا ريت الناس اللي بتتابعنا يعني مثلا ايه، خلوا فرحونا يوم، خلوا نسبه المشاهده نفس نسبه اللايكات مثلا، هتساعدوا الفيديو يوصل لايك. طب اقدر اخلص لايكات نسبه يعني 30,000 مشاهده، 30,000 لايك يا اخويا، حطوا لنا 5,000، انا عايزه 5,000 لايك بس، قليل قوي الفيديو ده، 5,000 حتى لو انا عايزه 5,000، حتى لو الفيديو جاب 100,000 برضك، ما 100,000 مشاهده ما شفتش فيديو غير فيديو او اثنين اللي عدى 12,000 لايك، في فيديو لقيت 12,000 لايك. ايوه بس احنا انا عايزه 5,000 لايك مع مثلا ال 30,000 اللي احنا بنجيبهم او الحاجه و20، لا 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 5,000 بس لايك، اكبسوها بقى وارفعوا الفيديو ده ل 10,000 لايك، هم كسبنا كفسنا على طول، اسمها ايه؟ مش مشكله، كفسنا على طول. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم، بس حاجه مش فيها بيقولها في الكومنتات، بس قبل ما نختم ندعي لاهلنا في فلسطين يا رب يقويهم وينصرهم يا رب، يا رب ويثبتهم ويصبرهم ويشفي يا رب المصابين ويرحم الشهداء، امين يا رب العالمين، وكل الدول العربيه بالمثل، امين يا رب العالمين. يلا يا حبايب يلا، ده على تيك توك احمد وفريال وعلى الفيسبوك، فضيتني احمد وفريال، ما ينفعش نقفل كده، هسيبها لكم في اول تعليق مثبت اللينكين، يلا السلام عليكم.